إذا اليوم نحن مباشرة من المسيرة التي دعت إليها سبع نقابات، المسيرة التضامنية مع الأستاذ بوجمعة بودحيم الذي حكم عليه بعشر أشهر سجن منها ست أشهر نافذة. إذا احنا كنشوفوا هاد الأساتذة اللي جاوا اليوم كيعبروا على التضامن ديالهم، وكنشوفوا بالمقابل أساتذة متعاقدين ديال الفوج ديال 2020 اللي حتى هما كيعبروا على التضامن ديالهم. وعندنا انباء من داخل المسيره هو ان الاستاذ بوجمعة بودحيم دخل في اضراب عن الطعام في انتظار تاكيد هذا الخبر. احنا غادي نتابعوا المسيره وغادي نواكبوها وغادي نعطيكم جميع الاخبار الحصريه من مدينه تارودانت. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.